بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة المتعلقة بفرنسيتك عبر الصحف والمواقع. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى au Maroc nos exportons sous forme de fruits l'eau qui nous manque. Au Maroc nous exportons sous forme de fruits l'eau qui nous manque. إذن في المغرب nous exportons نحن نصدر. طبعا نتكلم هنا عن l'exportation يعني تصدر. هنا نتكلم عن لو فيرب اكسبورتي، فعل صدر. إذن نوز اكسبورتون نحن نصدر سو فورم دو فخوي، نحن نصدر على شكل فواكه الماء لو كي نو مونك، الماء كي نو مونك، الماء الذي ينقصنا. نحن كمغاربة ينقصنا الكثير من الماء، وهذا الذي اتضح مؤخرا طبعا وتحدثت عنه مجموعة من المواقع، لكننا مع ذلك nous exportons sous forme de fruits l'eau qui nous manque. إذا نحن نصدر على شكل فواكه. في الحقيقة نحن لا نصدر الفواكه على شكل شيء، مي nous exportons l'eau qui nous manque، نحن نصدر الماء الذي ينقصنا. كما نلاحظ بأن جريدة لو موند أفريك تتطرق لهذا الموضوع من هذه الزاوية. Le pays a misé sur l'irrigation et les cultures de contre-saison, une stratégie réussie économiquement, mais qui assoiffe un pays qui subit les sécheresses. Le pays a misé sur l'irrigation et les cultures de contre-saison. Le pays a misé sur l'irrigation et les cultures de contre-saison. Eden, le pays a misé. Le passé composé du verbe miser. إذا عندنا le passé composé نتكلم عن نوع من الماضي لفعل miser. Le pays a misé. إذا البلد أنه عول sur l'irrigation على السقي. إذا نتكلم عن le pays المقصود به هنا المغرب. Le pays a misé sur l'irrigation. إذا كما نقول بأن البلد راهن sur l'irrigation. إذا هو راهن على السقي. السقي. إذا نتكلم هنا عن لو فيرب إيريغي، فعل سقى. إذا ليغيغاسيون المقصود بها السقي. ثم يراهن على ماذا؟ إي لي كيلتور دو كونتر سيزون، ثم على الزراعة كونتر سيزون. كما نقول هنا ضد الفصل، ضد الفصل، ولكن المقصود بها هنا الزراعة التي تأتي في غير وقتها. Le pays a misé sur l'irrigation et les cultures de contre-saison. إذا البلد أنه راهن على السقي الذي يستنزف الكثير من الماء، et les cultures de contre-saison، ثم على الزراعة الغير موسمية. كما تلاحظوا بأن فكرة جيدة من حيث إدخال العملة. حقاش ديك الزراعة ما كتكونش متوفرة. إذن في ذاك الوقت ما تكونش الزراعة متوفرة ديال هاد الفواكه، وبالتالي غيكون عندها مردودية مالية كبيرة. استراتيجية غيوسي، استراتيجية ناجحة. نتكلم هنا عن هذه الاستراتيجية بأنها ناجحة. استراتيجية غيوسي ايكونوميكمون، إذن هذه استراتيجية ناجحة اقتصاديا من الناحية الاقتصادية. مي ولكن كي أصواف أن بي، ولكنها استراتيجية تعطش أصواف. طبعا عندنا هنا لو فيرب أصوافي، هذا فعل عطاشة كما نقول، ولكنها استراتيجية أنها تتعطش. شنو تتعطش؟ أن بي تتعطش واحد البلد. كي سوبي الذي يتلقى لي سيشخيس، يتلقى الجفافات. كما نتكلم هنا عن الجفافات وليس جفاف واحد، تعاقب الجفاف كما نقول. إذا كما تلاحظوا بأن الصور لإحدى المزروعات والفواكه التي تستنزف الفرشة المائية، كما تلاحظوا أسفل الصورة أن أغريكيلتور، إذا نتكلم عن مزارع، كي أنه يجني. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب كيير، جنى، كيير فعل جنى. إذا أن أغريكيلتور كي دي فخيز، إذا نتكلم عن مزارع أنه يجني
فراولة. فراولة ديستيني أن موجهة أ إتر إكسبورتي لتكون مصدرة، لتكون مصدرة. نتكلم هنا على لو فيرب ديستيني، ثم نتكلم على لو فيرب إكسبورتي، ومن مثلا ليكسبورتاسيون التصدير. إذن أن أغريكيلتور كي دي فريز ديستيني أ إتر إكسبورتي دونز أن شون دو لا فيل دو مولاي بوسلام. إذن هاد المزارع هو يقوم بهذا العمل دونز أن شون، يعني في حقل دو لا فيل دو مولاي بوسلام، بمدينة مولاي بوسلام دون لا بروفانس دو كينيترا. إذن في إقليم كونيترا، لا بروفانس إقليم، لا بريفيكتور العمالة، دون لا بروفانس دو كينيترا أو ماروك، طبعا بالمغرب. لو 15 مارس 2014، صورة ملتقطة في 15 مارس 2014. لي بروديكتور دو فريز لوكو، اذا نتكلم على المنتجين للفراولة المحليين. لي بروديكتور دو فريز لوكو، اذا نتكلم على المنتجين للفراولة المحليين. يوتيليز la méthode de plantation à plusieurs couches pour produire deux fois plus. Les producteurs de fraises locaux, et dans notre cas, les montagnes, les faraules, les محليين, les تسكنوا في المنطقة, utilisent la méthode de plantation à plusieurs couches. Et dans هم يستعملون طريقة الزرع. Utilisent la méthode de plantation. La méthode de plantation. إذن هم يستعملون طريقة الزرع à plusieurs couches، طبقات. إذن لعدة طبقات، pour produire deux fois plus، من أجل إنتاج مرتين أكثر. En exportant ses tomates, ses pastèques, ses fraises ou ses oranges, le Maroc vend l'eau qui lui fait défaut. En exportant ses tomates, ses pastèques, ses fraises ou ses oranges, le Maroc vend l'eau. Le Maroc vend l'eau qui lui fait défaut. Et donc, en exportant, bitasder ses tomates. Bitasderi. Bitasder. Tamatimi. Ses pastèques. Ses pastèques. Touma. Batech. Batech et l'ahmar. Ses fraises. Ses fraises. Touma faraulati. Ou ses oranges. Ou limoni. Ou limoni. بهذا التصدير لو ماروك فولو، المغرب يبيع الماء. لو ماروك فولو، لو ماروك فولو، المغرب يبيع الماء. فون شنو فعل هذا؟ سكال فيها سالو فا فوند، هذا فعل باع. ومن مثلا لي فونت المبيعات، لي فونت المبيعات. لو ماروك فولو، المغرب يبيع الماء. كي لوي في ديفو، الذي له يفعل ديفو. شنو ديفو؟ ديفو يعني خلل او عيب. اذا نحن عندنا خلل في الماء. لو ماروك فولو كيلوي في ديفو، اذا المغرب يبيع الماء الذي يفعل كما نقول له خلل، خللا. المقصود انه يشكل له خلل. دون ان بي كونفرونتي ا غراف سيشخاس، اذا في بلد مواجهين لجفاف خطير. Dans un pays confronté à une grave sécheresse, إذا نتكلم عن بلدين مواجهين، أنه في واجهة كما نقول، à une grave sécheresse، لي جفاف خطير. Ce cri d'alarme se fait de plus en plus insistant. هذا الصراخ دالارم للتنبيه. هنا عندنا ce cri d'alarme. إذا نتكلم عن صراخ التنبيه، هناك صراخ منبها. Ce cri d'alarme. Se fait de plus en plus insistant. On a dit qu'il y a fait. Se fait. On a dit qu'il y a le verbe. Se faire. Se faire. Il y a fait. Ce cri d'alarme. Se fait. Et on a dit qu'il y a un had surah. L'étenbih. Il y a fait. Le maqsoud. Il y a tim. De plus en plus insistant. Akhtar fa akhtar. Il hahan. Akhtar fa akhtar. Il hahan. Et on a dit qu'il y a un surah. للتنبيه أنه يزداد مع الوقت.
il provient de scientifique أنه يأتي من العلماء. Il provient de scientifique أنه يأتي من العلماء. Il provient de scientifique de militants écologistes. ثم يأتي من المناضلين البيئيين. نتكلم هنا عن المناضلين يدافعون عن البيئة. هم أيضا يصرخون منبهين إلى هذا الخطر. أي داسوسياسيون. ثم يأتي هذا التنبيه من الجمعيات. نتكلم عن الاسوسياسيون الجمعيات. Il provient de scientifiques, de militants écologistes et d'associations qui mettent en garde. طبعا هنا عندنا عبارة mettre en garde. Mettre en garde quelqu'un. المقصود أنك تنبه شخصا من خطر ما. إذن qui mettent en garde. المقصود الذين ينبهون contre les conséquences. ضد النتائج. D'une agriculture gourmande ou non. طبعا gourmand ou bien gourmande في المؤنث عندما نطلق على شخص المقصود بها أنه أكل. Un enfant gourmand. إذا نتكلم عن طفل أكل يعني بطنه كبيرة. نتكلم هنا عن une agriculture gourmande ou non. Gourmande ou non. إذا نتكلم عن فلاحة أو زراعة gourmande ou non. أن أكل كما نقول أن مستهلك كثيرا أنه للماء زراعة نتكلم عن زراعة نوع من الزراعات أنها غورموند أنه أن بطنها كبير عندما يتعلق الأمر بالماء هذا هو المقصود هنا إذن هنا نتكلم على واحد نوع من الزراعة أن تستنزف الماء بكثرة وقد تشكل خطرا على البلد كاللافوكا لافوكا واحدا منها طبعا لافوكا كما يقال بأن تستهلك 1000 لتر لإنتاج كيلوغرام واحد فما بالك بالأطنان فكم ستستهلك طبعا من اللترات الآلاف من الأطنان من هذه الفاكهة إذن هنا نتكلم عن صراخات صراخات من؟ صراخات العلماء صراخات المناضلين البيئيين ثم صراخات الجمعيات كي ميتون غارد التي تنبه تنبه بماذا كونتر لي كونسيكونس دون اغريكولتور غورموند او نو اذا هي تنبه عن نتائج للزراعه التي تستهلك الماء كثيرا تستهلك الماء كثيرا ثم اي تورني نتكلم هنا عن زراعه اي تورني ثم انها تدور في اتجاه اخر يا ريت لو أن هذه الزراعة بهذه المواصفات يا ليت هذه الزراعة موجهة للداخل لتحقيق الاكتفاء الذاتي إذن هي تستنزف الماء ثم تصدر إلى الخارج إذن تغني كما نقول أنها تستدار أو تدور في اتجاه آخر كأنها تعطي ظهرها للمغارب بمعنى آخر pour une bonne part لجزء كبير لنصيب كبير إذن بعد ما تستهلك الزراعة هذه المياه الكثيرة أن تتوجه بعد هذا pour une bonne part إذن هي تدور بشكل كبير إلى ماذا؟ vers l'export إلى التصدير plutôt que vers l'autosuffisance إذن هي تدور بشكل كبير إلى التصدير عوضة أو بدلة que vers l'autosuffisance بدل أن تتوجه إلى الاكتفاء الذاتي بدل أن تتوجه الزراعة إلى الاكتفاء الذاتي داخل البلد فهي تصدر إلى الخارج إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.